طيب خلينا نروح بقى ليه برضو لتجربة مصر بقى الحقيقية. ليه؟ لان الوقت وانا بتكلم مع حضراتكم بداية من الساعة 7 حزب مستقبل وطن عمل دعوة لعدد من الاحزاب عشان يعملوا جلسة حوار وطن حوالين ايه؟ الوقت مجلس النواب مفروض هيناقش القانون بتاع مجلس النواب والقانون بتاع مجلس الشيوخ والقانون بتاع المجالس الشعبية المحلية اللي هو بتاعت المحلية. فحزب مستقبل وطن دعا عدد من الأحزاب على رأسهم حزب الإصلاح والتنمية اللي بيرأسه السياسي محمد أنور السادات وحزب المحافظين بيرأسه أكمل قرطام بالإضافة لحزب العدل وحزب الغد والمصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب حماة وطن وحزب الشعب الجمهوري. هنا في ملاحظة الأول، يعني انتوا تلاقوا انه الإعلام بادئ يردد أسماء الأحزاب، تمام؟ ليه بنقول الوقت حزب مستقبل وطن بيدعي حزب الشعب الجمهوري وحماة وطن والغد والإصلاح والتنمية والمحافظين؟ وهتلاقوا قاعدين بنتكلم في الفترة اللي جاية دي بأسماء الأحزاب وأسماء رؤساء الأحزاب والمسؤولين في الأحزاب. ببساطة شديدة جدا احنا بنقول أسماءهم الوقت لأنه الناس بدأت تشتغل، تمام؟ لأنه هو الإعلام ده مش الإعلام لا يوقظ الموتى. يعني لو في كائن ميت، في كيان ميت، ما أنا هتكلم عنه ليه؟ فإذا هتلاقوا الفترة اللي جاية دي كلام بقى كتير عن أحزاب كتير، أسماء أحزاب الناس هتبدأ تحفظها، رؤساء أحزاب الناس هتعرفهم، مش الصورة اللي متصدرة عن 5 6 7 رؤساء أحزاب مثلا الناس عارفاهم وخلاص. وهنا الحقيقة أنا يعني قدرت جدا البيان اللي طلع عن حزب الإصلاح والتنمية باسم محمد أنور السادات. ليه بقى؟ لما حزب مستقبل وطن دعا الأحزاب قال لهم تعالوا يا جماعة الوقت في مجلس النواب هيناقش هذه القوانين، طيب احنا عايزين نقعد ناخد وندي مع بعض ونتكلم ونطرح آرائنا ونعمل كده جلسات عصف ذهني نفكر مع بعض بحيث نطلع بتصور، هذا التصور يمكن ان يكون سندا ودعما للمناقشات اللي هتتم في البرلمان. وبعدين هذه الاحزاب منها نواب، يعني هذه الاحزاب كل حزب ليه هيئه برلمانيه، فهيروحوا النواب دول اللي هم اعضاء في الاحزاب في مناقشتهم للبرلمان بعد المناقشات اللي عملوها في هذه الجلسه من جلسات الحوار، فتلاقي في حيويه واثراء للحياه السياسيه في مصر. لانه انا بكلمكم والناس موجودين الان، يعني ما اعرفش لو في صور للاجتماع او حاجه يا شباب، يعني لو متاح عندنا، لان عارف انه هذه الجلسه موجوده الان، لسه بيتكلموا الان والناس موجود. ده ايه؟ ده بيقول لك انه في حيويه هنا تبدا في البلد عشان نتكلم وناخد وندي مع بعض. لكن مثلا ايه، في واحد معارض يقول لك لا ما اروحش، قال لا ايه حزب مستقبل وطن ده؟ ما حزب مستقبل وطن ده مع الدوله ومع مش عارف بتوع ايه، لا انا ما اروحش. لا ما تروح، يعني روح واقعد واطرح ارائك وتناقش واختلف وارفض ووافق، فيبقى في حاله حيويه في البلد. محمد انور السادات علق على دعوه حزب مستقبل وطن لعدد من الاحزاب السياسيه من ضمنها حزب الاصلاح والتنميه اللي هو بيرأسه للتشاور واستطلاع الرأي حول القوانين المتعلقة بانتخابات مجلس الشيوخ والنواب والمحليات وغيرها من القوانين المرتبطة بهذا الشأن. أنا بقول لكم نص البيان بتاعه. وأشار السادات إلى أن منهج الحزب اللي هو حزب الإصلاح والتنمية هو الاشتباك والتفاعل مع كل الآراء والقضايا السياسية التي يتم طرحها ومناقشتها، وهذا يحدث باستمرار. فعندما تم دعوتنا في البرلمان لمناقشة التعديلات الدستورية قبلنا الدعوة وأبدينا رأينا فيها بالرفض مع احترام رأي الأغلبية فيما انتهت إليه. هي دي الحالة اللي احنا محتاجينها في مصر. أقول لكم في جملة واحدة، لأنه احنا يعني كنا نتمنى أنه يبقى عندنا حد من المشاركين، بس هم الوقت موجودين بيتحوروا. يعني أنا أقول لحضراتكم الحكاية، احنا محتاجين في مصر معارضة لا معاندة، يعني احنا محتاجين ناس تعارض تقول رأيها تطرح افكارها. لان هتقول لي طب ما هو فايدة ايه انه يعارض طالما مش هيغير حاجة؟ لا، هو
هو حضرتك هو لما بيعارض وبيقول رأيه هو بيعدل الحاجة. يعني إذا كانت الأغلبية عندها وجهة نظر في تنفيذ مشروع ما، المعارضة مش هتخلي الأغلبية تتراجع عن المشروع، بس هتخلي الأغلبية إيه؟ تصلح في تفاصيل المشروع. يعني زي التعديلات الدستورية لما الناس راحت، ما هم خدوا بكلام الناس في تفاصيل كتيرة جدا في هذه التعديلات. القانون اللي احنا قاعدين كل يوم نناقشه الوقت بتاع الأحوال الشخصية، لما الناس تروح وتعمل حوار مجتمعي والأحزاب يبقى لها رؤية وتقدمها، فهتلاقي ببساطة شديدة جدا انه يا جماعة هيتعدل حاجات في القانون. لكن انك تبقى بتعاند الدولة، فاللي هو بتعاند يعني ايه؟ يعني اما يحصل اللي انا عايزه واما ان انا مش لاعب. لا طبعا ده مش هيبقى امور كويسة جدا. طيب خلونا نسمع من المهندس احمد الجندي، عضو الامانة المركزية لحزب مستقبل وطن وصاحب الدعوة للاحزاب لتتحاور حول مشروعات القوانين اللي انا قلت لحضراتكم عليه. يا باشمهندس اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، مساء الخير. يعني مبادرة الحقيقة نباركها ونتمنى انه يبقى هو ده اسلوب العمل طول الوقت في الفترة الجاية ان شاء الله. يعني الان الحوار يدور بين الاحزاب اللي حضراتكم دعيتوها، كل الاحزاب حضرت يا فندم اللي دعيتوها؟ هو الحقيقه ده الاول هي الدعوه مقدمه من حزب مستقبل وطن، مش مني شخصيا يعني، من حزب مستقبل. يا فندم متمثل في رئيسه والامين العام وكل اعضاء هيئه الامانه المركزيه، وده اللقاء الثاني النهارده. يمكن اللقاء الاولاني كان تمت الدعوه لاربع احزاب، والنهارده الدعوه لسبعه. وده برضو عشان يبقى في نوع من انواع الموضوعيه والاثراء، ويعني على مراحل هيتم لقاء العديد من الاحزاب. في الاخر خالص احنا بنتكلم على ان هناك اكيد رؤى سياسيه لكل حزب قد تكون او هي المفروض تكون مش متطابقه مع باقي الاحزاب. احنا بنشوف ايه المساحات المشتركه اللي نقدر ان احنا نتكلم عليها ويحكمنا فيها صالح الوطن والمصلحه العامه. وبدانا برؤيه الاحزاب في الوضع السياسي الحالي، وخاصه بالنسبه للاستحقاقات اللي من المفترض انها هتكون خلاص مقربة في مجلس نواب. هيشرع تعديل قانون، وبعد التعديل الدستوري وده معاده هيبقى في نهاية 2020، في مجلسين في انتظار ان هم يتم تشريحهم، ولازم يتم الاتفاق على رؤى موحدة بطريقة الانتخابات بتاعته، سواء كان مجلس الشيوخ او المجالس الشعبية المحلية. وبالتالي بنبتعد قليلا عن نقاط الاختلاف، وبنشوف نقاط الاتفاق اللي ممكن تؤدي بينا جميعا الى شكل نتفق عليه وشكل قد يكون مرضي وفي صالح الوطن والمواطن المصري. طيب الاحزاب يا فندم السبعه حضروا؟ يا فندم رؤساء الاحزاب السبعه حاضرين، وممثلين من كل حزب معاهم، وكل وبتبدا الجلسه برؤيه كل رئيس حزب من الاحزاب في النقاط المطروحه للجلسه دي، ثم يتم مناقشة كل نقطة من النقاط اللي طرحت والتعقيب عليها حتى الوصول إلى ما تم الاتفاق عليه بشكل واضح. طيب بشكرك جدا مهندس أحمد الجندي، عضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن. طيب